يسعد لي مساكم جميعا. اليوم بسوي معكم عيش باللحم، هذه تعتبر من الوصفات الحجازية عند أهل الحجاز، معروفة جدا، لذيذة جدا جدا، بحشوة اللحم المفرومة مع الطحينة والطماطم، شيء لذيذ من الآخر ومن الوصفات اللذيذة في رمضان. راح أسويها بالعجينة القطنية اللي دائما أسوي الفطاير فيها، بس حزيد عليها شغلة بسيطة اللي هو بهار عيش باللحم، هذا تلقونه عند العطارين، إذا ما توفر مو بلازم. من وين أنا جبته؟ جبته من عطار في جدة، حتى نسيت والله وينه يعني بالضبط، بس إذا ما توفر ترى عادي، على قولتهم الله يغفر لها يجوز العيد بلحنة، فعادي يعني. حنشوف المقادير بالنسبة للي ناسينا مقادير العجينة القطنية أو للمتابعات الجديدة. المقادير راح تكون بالأكواب المعيارية، كوبين دقيق وعليه رشة ملح، نص كوب حليب دافي ما هو مغلي دافي، علبة زبادي تكون بحرارة الغرفة، ملعقة كبيرة خميرة بس ما تكون مرة مليانة يعني، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وملعقة كبيرة إلى ملعقة ونص سكر، أنا ما راح أحط الكمية هذه، ونص قالب زبدة اللي يجي 100 جرام يعني 50 جرام زبدة، وبهار العجين أو بهار عيش باللحم، إذا ما كان متوفر عادي مو بلازم. وين تلقونه؟ عند العطارين. طب إيش فايته للعجين هذا؟ بهار العجين يعطي نكهة لذيذة للعجين، وتحديدا عيش باللحم، يعني إحنا تعودنا إنه عيش باللحم لازم يكون فيها البهار، وفي ناس ترى ما تحطه. طيب وش مكونات هذا البهار؟ ينسون، محلب، شمر، حبة سودة، لسان البحر، في ما أدري هذه مكونات اللي كانت على العلبة يعني. طبعا هو يجي مو مطحون، وانت تطحنينه على حسب احتياجك، فأنا كل ما أجي أعجن أطحن شوي. في البداية الحين راح أخلط الدقيق مع البيكنج باودر، وراح أحطه بالعجانة وأضيف لها بهار العجين، ونضيف الزبادي، ونضيف الزبدة، بعدين راح نضيف له خليط الحليب الدافي مع الخميرة والسكر، طبعا راح نخلطهم في البداية علشان يتفاعلون، بعدين نضيفهم للعجين. حطيت الدقيق الحين مع الزبادي والبيكنج باودر وبهار العجين، ونبدأ نعجن. وهذه العجينة كورتها، طبعا تكون لينة وما تتلصق باليد زي ما انتم متعودين. الحين بغطيها وبخليها بمكان دافي لين تخمر. على ما تخمر العجينة ببدأ اسوي حشوة اللحمة، بحمس اللحمة الحين مع بصل وفلفل بارد وكمان ثوم وبهارات، طبعا بضيف بهارات مشكلة، عاد البهارات كل مذاقه، كركم، كمون، كزبرة ناشفة اللي تبوه. حطيت الثوم وملحتها وخلاص، تقريبا اللحمة كذا جاهزة، بطفي النار وبخليها لين تبرد تماما، بعدين راح نضيف لها كراث مفروم ناعم وطماطم مقطعة وخليط الطحينة. راح أسوي معكم الحين صوص الطحينة اللي راح نضيفه للحشوة. بسوي الحين صوص الطحينة، بضيف طحينة وبخلط معاها ليمون وبخففها بشوي موية، ونحط ملح شوي، طبعا كمية الطحينة تعتمد على كمية لحمتك. نشوف أول شيء بخلط طحينة مع الليمون، إن احتاج موية زدنا، ما احتاج كفاية. نسيت الملح، أنا زدت الطحينة لأني شفتها شوي، فحنضطر نخففها بشوي موية لين يصير عندي خليط، يعني ها ما يكون خفيف مرة ولا ثقيل مرة. الحين بوريكم بس لين أوصل للقوام اللي أنا بيه، تقريبا وصلنا هذا القوام اللي أنا بيه، شايفين شلون؟ هذا بعدين راح نضيف الخليط لحشوة اللحمة والكرات والطماط. بعد ما بردت الحشوة راح أضيف الكرات
تشوفون شلون مقطع ناعم. وعندي طماطم هنا مقطعة راح أضيفها برضو. بعدين نضيف خليط الطحينة ونخلطهم مع بعض. خلاص هذه الحشوة جاهزة بعد ما خلطت الطحينة مع اللحم المفرومة والطماط والكرات. وهذه الطماطم قطعتها شرايح برضو راح أحطها على الوجه. وهنا العجينة ما شاء الله اختمرت. خلاص جاهزة أني أفردها وبحطها في الصينية ونحط الحشوة عليها. فردت العجينة زي ما تشوفون وطلعت كذا هنا الأطراف أطراف العجينة فوق. ليش؟ لأني راح أسكر بالأطراف على اللحمة. بعد ما حطيت الحشوة بصب عليها حبة بيضة، خلطتها مع شوي خل عشان الزفر. وبعدين بحط شرايح الطماطم على الوجه. بس خليني أوزع البيض على الوجه. ليش؟ عشان أبغى الحشوة تتماسك، البيض بيخليها تتماسك. نبدأ نسكر الأطراف، نضغطها من تحت شوي. بعدين نوزع الطماطم، نوزع الطماطم على الوجه. وكذا تقريبا الصينية جاهزة. بس حندهن الأطراف بصفار بيضة وشوي حليب وفانيلا، ونرش عليه حبة سودة وسمسم. وإذا كان عندكم حبوب خردل أو بوبي سيد يعطي طعم لذيذ للعجينة. خلاص دهنت الأطراف بصفار بيضة وحليب وشوي فانيلا عشان ريحة الزفار. كمان حطيت شوي خل ورشيت عليه حبة سودة وسمسم وبوبي سيد. ودخلها الحين الفرن. الفرن لازم يكون ساخن من تحت إلى أن تستوي، بعدين نحمر شوي الوجه. وهذا العيش باللحم وما شاء الله خلص. طبعا بعد ما تأكدت أنه استوى من تحت حمرت الوجه. والريحة مو طبيعية على فكرة، ترى هي تعتبر من المعجنات اللذيذة وسهلة وحلوة على السفرة الرمضانية. وبالعافية.